السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طريقة معرفة النقص الكالسيوم، هذا طريقة نقص الكالسيوم. شوف الورقة يعني مكوشة غادة زي كذا، زي مظلة، زي الشمسية صايرة زي كذا. هذا دليل نقص الكالسيوم، هذا دليل نقص الكالسيوم. هذا بالنسبة للخيار. خلونا نشوف طريقة أو النقص في الفراولة. النقص في الفراولة هو هذا النقص في الفراولة. شوف تشوه في الأوراق، هذه طبعا تشوه في الأوراق، هذا سبب نقص الكالسيوم. ومن أسباب نقص الكالسيوم بعد كذلك توقف القمم النامية، يعني خلاص يتوقف عن النمو، ما يمشي، يصير القمة النامية، هذه القمة النامية يصير تقف صغيرة، هذه القمة النامية. إذا صار عندك نقص بالكالسيوم توقفت، صار توقف القمي. طريقة علاج النقص، أول شيء أنه يصير في رش ورقي كالسيوم، أي سماد عندك فيه عالي الكالسيوم ترش فيه رش مرتين بالأسبوع، يعني على سبيل المثال يوم السبت ترش ويوم الثلاثة ترش، وإذا احتجت أسبوع القادم إذا تحتاجه ترش يوم السبت اللي بعده، يعني ثلاث مرات، وإن شاء الله يتعدل عندك اللي هو النبات. كذلك ممكن تضيف من محلول A اللي هو الحديد والكالسيوم المغذيات النباتات، ممكن تأخذ تقريبا حوالي 40 ملي وتضيف إلى الخزان، يعني أنت ساعدت النبات في طريقة الجذور وفي رش الورقي. فهذه الطريقة إن شاء الله يرجع النباتات عندك خلال أسبوع، تلاحظ أنه بدأ بالنموات الجديدة وتوقف عن الظهور الأوراق اللي هي نازلة زي المظلة. هذه طريقته، طريقة كيف تشخصه وكيف تعالجه. شوفوا الماء اللي طالع، هذا من علامات الري الزيادة. خلا بوريكم هذا النظام لحاله مستقل، شوفوا ما فيه ولا نقطة، هذا دليل انه هذا ماشي ري صح وهذا ماشي ري زيادة. خلونا ننقص من الريات عندي. طبعا الريات عندي الساعة 6 دقيقتين، الساعة 12 دقيقتين، الساعة 18 دقيقتين. طيب خلينا نشيل حقت الصباح، الصباح هذه ما لها داعي، خلينا نشيلها، نسوي لها حذف. خلاص ما عندي الحين الا ريتين، الساعة 12 ودقيقة تشتغل ويطفى 3، الساعة 18 ويطفى الساعة 3، يعني 4 دقائق يشتغل باليوم. خلاص، والدليل انه هذا عندك ري زايد، هذا الري الزايد. خلاص الحين نقص الري.